هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل حولي هاتلنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا شوف يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه وعاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه اوكي. الحقيقه انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس انا مضطر. بصراحه المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يا لا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده؟ كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعم الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على مستر عبد الله. ايوه شقه الزمالك بح. اه اوكي طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي قريبين من وسط البلد وضل برضو هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سيكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه؟ ماما ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك لعوزه. طيب لا مؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكه 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. الراجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده؟ انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبد الله؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي.
احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين هتودينا في داهيه؟ مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي، مش هينفع، مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعدوك. يعدوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك. انا بابي. اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضره الضابط؟ في حاجه؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ بابي صباح. ازيك؟ ازيك يا عبدو، وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي، اقعد. هسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامه صداقات مهونين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعادتو؟ قول يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنى ضايقك يا سعادتو؟ ضايقك قول، ما تتكسفش، ما انا قصدي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا، انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا، بمعنى اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيميا من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 ألف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها، خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت الطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش،
دول ما بيفهموش. They will never understand. دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي، في الكنافة. احنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. اه اثنين كرسي فوتيل سكري واحد طربيزة خشب طورية. كرسي فوتيل وسكري. مش مصدقة نفسي يا أنسة. احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص. في حاجة تانية ولا نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا انا ناسي حاجة. ناسي ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشنط والحط ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. نعم. رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا انسه. انت عايزها شلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سناخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا، لن أخذها. سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان، إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. أنت رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي بدل يعني حوجتك للغري. ثانك يو، انا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابقي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكوا تاني، انا بكرهكوا وبقرف منكوا. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها. whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكو في السجن. بليز، مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكو ايفر. ما انا قلتلك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. You're welcome. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نروح على بيتنا. يلا نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب، ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمله اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ اه بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه، اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا. استوري عليا يا شريهان. ماشي يا خالتي خلاص يلا. وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين.
وسع 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 اللي قاعد يقف اللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا، العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية، سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الكوس، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الكوس. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير، احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا فريق الفوكواوا، احنا فريق الفوكواوا. للي حبيبتي معقولة جاية تنيني؟ بليز ابعد عني، أنا مش مصدقة. أنت إزاي مش مستخبي؟ إزاي مش مكسوف؟ أنت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ ميلي في إيه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقة، وبعدين أنا شايف إن ده حقها. كسر حقها، كسر حقها. هو إيه حقها ده أصلاً؟ حقها ده، حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي، يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you، لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف. هاي. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظة واحدة. آسف يا فندم، الفيزا دي مش شغالة. مش شغالة ازاي؟ جربها تاني. برضو مش شغالة. طب ثانية واحدة بس هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزوا على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعة؟ ضامن؟ اوكي ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعة معفنة على فكرة، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد مبات عنده. الو هاي نادين، ازيك نادين؟ بصي انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعا اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي ساره. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا انا ايه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عطشانة وجعانة. ماما ميمي انت شربتي كوبايتي؟ انت مش سامعاني بقول ان انا عطشانة وجعانة؟ ها؟ ما تعمليليش فيس الغلبانة ده. حرام عليكي يعني بجد، انا كنت نفسي اشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ويلكم درينك تاني؟ خليهم ثلاثه. بقول لك ايه، خليهم خمسه وهظبطك.
يا لهوي يا خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسبسب سبسبة كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا من شاف ولا من دي. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تمه، حبيبة قلبي خالتي وخالة الحارة صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيب لنا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يؤمن ولا يؤمن، هم رجعونا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكت لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعده عليه. يا بنت الكلب، سيبي لنا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بيم. وجايه ابارك واهني لاختي وحبيبتي فاتن. الف مبروك يا عروسه، اخيرا اتجوزتي مجدي؟ ايه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بت؟ ده حسن ولا علي ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، والف الف مبروك للعروسين. مين مجد ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعه. انت جايه بوازيل لعيلتي؟ واللي رصتهم دول كمان اخواتك في الرضاعه؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمة ملك؟ بتخونيني يا فجره. ايه ده ايه ده؟ انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي؟ ده هما 3 ايام برضو يا شريان. استمتعنا، تكفايه يا اختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر.
طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانت ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انت، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي، ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومال يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ اه. جميل. ودي السفره؟ اه دي السفره، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي، الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص، ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البنت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه. اصلي مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانية. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي، كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابله ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك.
في حاجة؟ هاي هاي باي باي بسكك. أنا مش مصدقة أنتوا إزاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ أنتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين أصلا. شيريه انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهين انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايز دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو، في عبغاني سي ام ده بتاع سندوتشات بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا؟ بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نضاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي، انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله ايوه يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. الحيوانه دي بوظه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. انت وهو خش على جوه خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. انت
طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجه اعلام، ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسك. لا ماليش نفس. بس بقى شو فكيها بقى. افك ايه بس، ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارف اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. تلاقيش، انا هتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه بس. معلش يا ماما، دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكوا شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف. ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي اكلها، اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن يا ابني، كنتش ليه نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل اجري، هات لنا مكانها جاي تجيب واحده. يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. طب ولا اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا عم. معيش معايا 200 جنيه، اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا فكها. انا جعانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده هتفضحنا. استنى يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه، بتشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس ماما والله شكلك لطيف. بس حاج بس حاج، انت خليتنا نشحت. ايه ده والله متشكرين والله. يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي، انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه، انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس المرض. بس بقى بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا ليه؟ ها هلفنا ليه؟ It's not me, that's her. It's Jessie. Look how sweet she is. صح؟ طبعاً دي نيلي، دي أختي وحبيبتي، كان لازم أقف جنبها بزنقتها. بس الظاهر بقى إن مفيش حد بيحبها خالص، يعني إحنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغاية دلوقتي. نيلي صحيح، كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شوية حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزيارة. جيسي أنا عايزة أقول لك حاجة واحدة بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا، كل اللي ليك ضاع من ايديك، وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا، ما هي دنيا يوم لك يوم عليك. آه حلمنا قربنا عليها وديها راحت، كل الأمان اتأجل.
لونها باهت، دنيتنا فجأة اتبدلت. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان 3 اكبر من 2. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده ال 2 الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جدو كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجلة. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركه زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت، انت انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ايه ايه انت كمان؟ تنسيق يا اخي عيب. لا بس ما تكلمش. مساء الخير.
انتوا مين بقى لا مؤاخذه؟ الله بندق، ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه بالك بدر؟ ازيك؟ اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا يا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. هو انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نيد امشي. سلام ابود. مع السلامه عمود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري.
والله العظيم نيلي وشريهان وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه؟ صح فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا ماجر جيمس بوند. لا، ماجر ضاحي، وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما انا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ليه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله. لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه ما اعرفش عنده؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. شكرا. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يقول لك مراتبك، يعني ان شاء الله يعني يقبل لك العربيه دي. جيب العربيه. انا متشكر. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا شوش. نيلي، كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي، هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي swear، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص، ما تقوليش عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى كلمه بالعرض. فيرتيكال وهوريزونتال يعني. فهمت. اوكي. افكار مختلطه. افكار مختلطه. ايوه. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر. افكار مختلطه. خواطر. خواطر
بالظبط. جمع دب. دبديب. ايوه. في اللغة العربية اسمها دببة. دبديب دي في حفلة لتامر. وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكسي اشتري ابيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال. انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن كيل حفيد لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. ياريت ياريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. قرصان. يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها شريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليس ومعنى. انهم ليس ومعنى. انهم عاملين شعرهم ليس ومعنى. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنى. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بصي يا ستي. كان يا مكان كان فيه ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو. اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش عارفه احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ في مركب عندكو اسمها البطة الشقية؟ سيف ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير الديك كان اسمها الذبابة الملعونة. ايه الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكيه. حكايه صح. سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق.
تحكي. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهين واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح بيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع. انا مش فاهمه. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكايه ده. هاي شريهن حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست كل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش. وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قالك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا وقت هز كتافك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لهم يا ولد. قوم ياد وريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السرير. سندوتش في عينك؟ حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعدان. غور من هنا كتكدايه. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبه لنا من الهدايه دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان أحل الكلمات المتقاطعة. على فكرة أنا أوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني أنتِ ما رحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس أنا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وأنتِ عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت أتسلى. طب هاتي المجلة. أنا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت إن الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان. وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه. طب تصدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحتش. لو سمحتش ماشي. فلايت كان اداني فلاشايه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا أكيد؟ أكيد تقريبا. أنت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما أنا معايا الفلاشاية في السلسلة. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليكي يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشايه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا لاتي بنت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، بس اجاس بتشكري فيا. انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد. يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشه ده،
نتور لي سماسة. حاضر يا معلمة. والله ما أنا عارفة هناخد العقد إزاي، ده المتحف عليه حراسة طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكرة ذكية برضو. صح، وإحنا داخلين بقى نقول لهم إيه يا أهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكمية السيكوريتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس وش؟ أنت عبيط؟ خليك أنت بس في مية السلطة اللي بتشربيها دي، ده دي توكس يا متخلف. إيه ده خمرة؟ جرى يا شوشة بتسكر كده وإحنا قاعدين؟ بس يا جاهل، ده دي توكس. ومفتح الباب. إيه دي توكس ده، منظف يعني ولا إيه؟ بقولك إيه، هو الديتوكس ده أكيد مش خمرة؟ بلاش جهل بقى. أوكي سوري. كفارة عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس، تعالى. اشربوا يا سيف. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع. طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى الشاي ورسل حجرين حشيش على بانجو. من عناية يا سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ اه ليجل. انا ما اعرفش انا طوعتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى، خلينا نشوف هنختار مين. ها شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتهيألي ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى، ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره، الدهن في الدوالي ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا، هظبطهولك دلوقتي. يا عم رضا. اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مانتو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي، عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ؟ بس بس بس، ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لاسع الراجل في 100. انت مالك يا ابني اصحاب شات؟ بدل ما كشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك؟ والله لو قلنا ما تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في ورك امشي يالا. بابا بابا. هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي بنت.
طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسة، بقت محامية، بقت دكتورة، مهندسة، ديلر. كلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيدة شيحة واصحابها دول. يا جماعة بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجة قليلة؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحدة في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحة ولا مش ناجحة؟ يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينة تخينة، هنيجي نقرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حتة ضيقة ومش عارف نقرب. على فكرة مش مشكلة خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف صبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعة تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح. هات لي شيشة يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده خمس دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذة بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمة بيت 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 بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البنت سميرة بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصية دي اصلا مقتبسة مني، يعني عارفة دنيا سمير غانم الكتكوتة العسولة دي جت قعدت مكان حضرتك هنا، انا بقى شربتها الكاركتر لما اقنته. والله والله جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوة دي وتطلعوا البنت اللي جوايا. اكيد في حاجات تانية جواكي غير البنت اللي جواكي اكيد. طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية ايه يا قبلة؟ تفهم من بقك، انا مش حرامية، انا ما مديش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامة. الله وهجامة في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكرة النسائية. لا انا مش هجامة في فريق كورة، انا اسرق منزل اطفش خزنة كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود. ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب. لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمان وتلاقيه دلوقتي يعني بصي لا باش بقى، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ أكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك، احنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزة ايه؟ يعني انت احسن واحدة. قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعة انا مرجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العملية دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت عايزاه؟ هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكرة انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيبي لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي. يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير. 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا أبلة، لحنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها العملية دي هتتفقر من الآخر كده. العملية دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وأنا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى يا فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم. دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون وانا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخننا على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان. يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكم وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكم ما عملوش حاجه؟
ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليك ودي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليا يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحارة كلها. مين؟ ست صباح؟ يا أهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا، فين الجاموسة اللي شبه البقرة بنتي؟ وإيه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو أنتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسة اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مد إيديا في كرشاها أطلعها من زورها وقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال على العموم هي مش هنا، خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خش تنيلي، خش جوه. عربيتي يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزل يا بيت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عماله ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرعينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتجولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه حاجه ايه؟ انت هتستعبطي رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا، ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكوا. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليها. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلق الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي يا بنت من الحلق. يوه خد يا ست، كنت اروح بقى فنت كلنا حراميه في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. ها خلاص كل تمام. وايه اللي تممه يا رحمك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي يا ست صباح. عليا الطلاق بالثلاثه، ما كنت اعرف ان هم تبعي. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت باشا وانت زعلان، لازم اصب عليك. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله انجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلت لكم والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخر ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك كده في كشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي؟ يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع، وخلي امك تحضر الفطار، وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجعي العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي؟ طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحراميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك.
طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوه احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتقل بالداب، يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتقل بالداب، يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. هنقعد طول الليل؟ انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري أحش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ أه صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوفني ضهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الابزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمود. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرمية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي ايه؟ شايفة الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربالنا راسك بمية اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. ما جاتش ببالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح، ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اه اتفضل. سيف ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعة ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت؟ عشان أنا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده أنا بفكر أتجوز وأقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. أخبار القانون الجديد هنا إيه؟ لا والله جت لي متأخر، آخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا أنا. دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد اللي إحنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاك يا أبلة. بص يا أساتذة، أهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، إحنا بس أهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف. المتحف ده اتأسس سنة 1838، كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثة بتاعتها اللي هم أحفادها اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. لما اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجة عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لما مؤاخذة كام كاميرا معشية جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسة؟ فلحوسة. لا فلقوسة احلى عليها. مش فارق،
هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واتش كيميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي. فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقول لك يا معلمه هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري. احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. اه يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفة؟ اولا ما اسميش نجفة، انا اسم اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكوا تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. يا فين بقى الست الهانم؟ كده اتفعلنا من حته كده اتفاجئنا. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه السلام عليكم وماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله. ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسه مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق. I'm so excited. يلا بينا يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. انت نزلني نزلني. تعال يا حاج. على مهلك على مهلك على مهلك. كمان دي بين اللي تقع على وشك دي. اه شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب تبعي. بجد؟ ايه اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. خفيش يا امور خش. ايوه ها بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف، تشدوا سكينه الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجولي بس. وانتي بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكوا نروح سوا. وحياه امك جرايا بلا في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي،
وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزت العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبصوا انا هجيلكوا على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترامي انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسقي العقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان، هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه، يلا بقى. انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير ده، خد عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقول لك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. خد يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايفه البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنت البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا نيلي يا الغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعالى انت. ايه؟ روح من هنا، هتلاقي سكينة الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمة. وانت تعالى. اجي في ايه؟ خلص. في ايه يا فتحي؟ يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ده ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى. استني صحيح. ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده. اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل.
استغفر الله العظيم يا رب. استاسف، هو حضرتك اللي حرامي ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه، ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه يا عم؟ خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص، انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هتعال في ايدك ده، خدي. اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا، يلا يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزة العقد برضه. وجهة نظر، اول مرة تقولي حاجة صح يا شريهان. امسك نفسك، امسك نفسك. طبعا بتحرقني، انا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهاية. لا نهاية ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هاني. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نطوا، يلا يا اخويا عد ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا، اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي، ايه ده؟ دي طلعت غاوطه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه، شجع كده ونط قفزه الثقه. يلا. مش عارف سمعت كلامكم انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم في فصيله دم نادره، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجه بسيطه يعني، مش هتموت ولا حاجه، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه نزلت في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات ذا فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهجرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش، لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش. في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. ايه؟